بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. جاءت بعد صلاة الخوف صلاة الجمعة، لأنها كلها منصفة. صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الخوف في الغالب ركعتان أو أقل أو أكثر. فصلاة الجمعة فضيلة عظيمة فضلها الله وشرفها بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلها شرفا لهم وفضلا. صلاة الجمعة اختارها الله جل وعلا لهذه الأمة، هو أفضل من اختاره لليهود والنصارى. فالنصارى اختار لهم يوم الأحد، واليهود يوم السبت، والمسلمون يوم الجمعة. فالجمعة أفضل، وهم المتأخرون، ويومهم المتقدم على أيام غيرهم. ففي ذلك فضل عظيم لمن وفقه الله جل وعلا لاغتنام فضل هذا اليوم وأدى فيه العبادة كما أمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. اتبعت السفر لمناسبة تنصيف كل صلاة منهما، وسميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو من اجتماع الناس لها. تنصيف يعني لكونها ركعتين، وصلاة السفر ركعتين. نعم. أتبعت السفر لمناسبة تنصيف كل صلاة منهما، وسميت بذلك لجمعها الخلق الكثير أو من اجتماع الناس لها، أو لأن آدم جمع خلقه فيها، أو لما جمع. صلاة الجمعة سميت بيوم الجمعة اجتماع الناس بالصلاة، لأنه يشرع أن يكون أهل البلد يصلون في مكان واحد إلا إذا ضاق بهم المكان، فإذا لم يضق فلا يحسن أن تتعدد الجمعة، بل تكون الجمعة في البلد الواحد في مكان واحد. أو لما جمع فيها من أو لما جمع فيها من الخير. واسمه القديم يوم العروبة، لأن العرب كانت تعظمه. وقيل العرب كانت تعظم يوم الجمعة، فعظمه الله جل وعلا وسميت يوم الجمعة لاجتماع الناس فيها. نعم. وقيل أول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي. قال الشيخ كعب بن لؤي أحد سادات العرب المتقدمين، قيل هو الذي سماها الجمعة، وإلا كانت تسمى يوم العروبة. نعم. كعب بن لؤي قال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفعلت بمكة على صفة الجواز، وفرضت بالمدينة
وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. لم تفرض صلاة الجمعة إلا في المدينة، مع أن الصلوات الخمس فرضنا قبل الهجرة لكن بدون جمعة، ثم لما فرضت الجمعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما صلاها في المدينة جمعة، بخلاف جمعاته التي صلاها في مكة، فهي على سبيل الاستحباب والنفل ما كانت واجبة. نعم. قال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وحكى ابن المنذر وابن العربي الإجماع على أنها فرض عين. واجبة بالكتاب يعني بالقرآن العظيم والسنة الصحيحة، وإجماع المسلمين أجمع عليها المسلمون، لم يتخلف منهم أحد. نعم. وقال العراقي: مذاهب الأمة متفقة على وقال العراقي مذاهب الأئمة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط. يشترط أهل كل مذهب بإجماع العلماء على أن الجمعة واجبة، لكنهم اختلفوا في شروطها، منهم من قال يشترط لها كذا ومنهم من قال يشترط لها كذا، وإلا فالأصل أن الجمعة واجبة عند الجميع. نعم. وصلاة الجمعة من أعظم وأوكد فروض الإسلام، ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع عرفة وأفرضه، وخص بأكثر من 40 خاصية لا توجد في غيره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، أي بالأذان الثاني، وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأول الآن فهو إنما زاده عثمان رضي الله عنه، فالمراد الثاني الذي يجب به السعي للصلاة من يوم الجمعة. أي الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطابا للمؤمنين خاصة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بهذا النداء النداء الأول أو الثاني؟ بل النداء الثاني، لأن الأول أوجده وأمر به عثمان رضي الله عنه، لم يكن موجودا حال نزول الوحي، ولم يقصد في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وإنما قصد الأذان الثاني، لأنه كما جاء عن السلف رحمة الله عليهم أن عثمان رضي الله عنه سمع النداء الثاني فذهب إلى داره مسرعا، دنا الأخير ما كان قبله شيء، فذهب إلى داره مسرعا فتوضأ وجاء إلى الجمعة، فنظر إليه عمر رضي الله عنه نظرة استغراب، وكيف يتأخر هذا الرجل وهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن خيار الأمة وممن أنفق الدراهم والدنانير كثيرة في غزوة تبوك التي هي جهز بها جيش العسرة رضي الله عنه. فقال نظر إليه ووقف من خطبته وهو يخطب عمر، فقال: أي ساعة هذه؟ يخاطب عثمان رضي الله عنه، يعني الآن تجي؟ لأن على وشك نهاية الخطبة، لأنه لما سمع الأذان ذهب إلى داره وتوضأ وجاء. قال: ما زدت على أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت، هذا لا أستطيعه. قال: والوضوء أيضا، بعد اقتصرت على الوضوء أيضا، كأنه يقول حشفا وسوء كيلة،
قال والوضوء أيضا. فلما صار الأمر له رضي الله عنه صار خليفة المسلمين شرع الأذان الأول ليتهيأ الناس لصلاة الجمعة فيحضروا في الوقت المناسب، لأنه كانوا ما كانوا ينتقلون من الأسواق حتى يسمعون النداء، إذا سمعوا النداء ذهبوا، ثم الرجل قد يحتاج إلى غسل قد يحتاج إلى وضوء فيتوضأ ويغتسل، فإذا بالخطبة قد انتهت، فأمر بالنداء الأول ليشعر الناس قرب صلاة الجمعة. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي أذن المؤذن للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، سيروا إلى المسجد لحضور الخطبة والصلاة، والمراد بها الأذان الثاني لأنه هو الأذان الذي كان مشروعا في ذلك الوقت، ما كان في أذان إلا أذان واحد. وأما الأذان الأول الآن فهو بإذا زاده عثمان رضي الله عنه، فالمراد الثاني الذي يجب فيه السعي، وزيادة عثمان رضي الله عنه تعتبر سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فسنة عثمان مأمور بها في كتاب الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فقد أمر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على ما يشرعه الخلفاء الراشدون. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أي بالأذان الثاني وهو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأول الآن فهو الذي إنما زاده عثمان رضي الله عنه، فالمراد الثاني الذي يجب به السعي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمع، فاسعوا أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إلى ذكر الله أي صلاة الجمعة. ليس المراد به اركضوا أو سيروا بسرعة، وإنما باهتمام. فالسعي يطلق على الركض والمشي بسرعة، وليس المراد هنا، وإنما المراد هنا الاهتمام والمحافظة على هذا السعي. إذا سمعتم النداء فشو عليكم السكينة والوقار. نعم. إلى ذكر الله أي صلاة الجمعة، ليس المراد هنا المشي السريع ولا عدو البدن، وإنما هو الاهتمام بها والعمل والفعل. وكان عمر وابن مسعود يقرآن فامضوا إلى ذكر الله، وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة. فامضوا، لأن أمضوا تدل على المسير إلى الصلاة الجمعة، واسعوا قد تدل على الإسراع والذهاب بسرعة، فليس المراد السرعة وإنما المراد الاهتمام. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فبينت السنة المراد بالسعي أنه المضي إليها لإدراكها، وذلك لمن يدركها به، وإلا فمن الضروري التقدم لإدراكها، وذر البيع وكذا الشراء، وهو إنما يحرم عند النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية. فلا يجوز البيع ولا الشراء بعد الأذان الثاني،
فتعلقت الأحكام به. ذلكم الذي ذكرت من حضور الجمعة وترك البيع والشراء خير لكم من المبايعة إن كنتم تعلمون مصالح أنفسكم، فدلت الآية على فضلها وفرضيتها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا يومكم الذي فرض عليهم، يعني فرض على أهل الكتاب، والمراد باليوم يوم الجمعة، فرض تعظيمه عليهم. فاختلفوا فيه هل يلزمهم تعيينه أم يسوغ لهم إبداله بيوم آخر، فاجتهدوا فأخطأوا فهدانا الله له. والناس لنا فيه تبع، وأول السياق نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني التوراة والإنجيل، وأوتينا يعني القرآن من بعدهم، متفق عليه. يعني أن يومهم متأخر عن يومنا، مع أنهم كانوا متقدمين علينا في الزمن. هم جاءوا اليهود أولا، ثم النصارى، ثم المسلمون، وجعل الله يوم المسلمين هو يوم الجمعة، اختاره لهم، فكان قبلهم يوم الجمعة والسبت والأحد. يوم الجمعة للمسلمين والسبت لليهود، والنصارى لهم الأحد. وفي لفظ: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه. ولمسلم: أضل الله عن للجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. ولفظ البخاري: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. قال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوما من الأسبوع ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام ولم يهتدوا ليوم الجمعة، فهدى الله هذا النبي الكريم وأمته لها بالنص والاجتهاد. فالله جل وعلا فرض لكل أمة يوما، يوما ولم يعينه جل وعلا. فاليهود اختاروا يوم السبت وهم الأولون، واختار بعدهم النصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة هداية توفيق وإرشاد وإلهام، هداهم لتعظيم يوم الجمعة، وكان أفضل الأيام الثلاثة. ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هو أفضل الأيام على الإطلاق. نعم. قال الحافظ وغيره: في الحديث دليل على فرضية الجمعة، كما قال النووي لقوله: فرض عليهم فهدانا الله له، فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا إلي، أي لخير يوم طلعت عليه الشمس. وفي صحيح الحاكم: سيد الأيام يوم الجمعة. ولابن ماجة: يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وخصت به هذه الأمة وشرفه الله وخصه بعبادات يختص بها عن غيره. وقيل: الحكمة في اختيار الجمعة وقوع خلق آدم فيه، والإنسان إنما خلق للعبادة، فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه، ولأن الله أكمل فيه الموجدات وأوجد فيه الإنسان الذي ينتفع بها، فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه، فهو اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة. هو عيد الأسبوع يوم الجمعة، هو أفضل من يوم العيد الفطر، وأفضل من يوم عيد الإضحى، وهو أفضل الأيام على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. ويتخلى فيه عن أشغال الدنيا، فهو مع غيره في الأيام كرمضان في الشهور،
وله على سائر الأيام مزية كما لرمضان وساعة الإجابة في كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صحت له جمعته وسلمت له صح له وسلم له سائر أسبوعه، فهو ميزان الأسبوع وهو عيد الأسبوع ويوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. فعلى المسلم أن يهتم بهذا اليوم لأنه أفضل الأيام على الإطلاق وسبب لتوفيق في سائر الأيام، فمن صحت له جمعته صحت له سائر الأيام بإذن الله، لأنه إذا وفق في يوم الجمعة للفضل فإنه يفضل الناس في سائر الأيام بإذن الله. فحري بنا أيها الإخوة أن نعتني بهذا اليوم وأن نبادر إلى صلاة الجمعة، لأن المبادرة سنة مؤكدة، المبادرة لصلاة الجمعة سنة مؤكدة، سوى الخطيب فإنه يحسن أن ينتظر في بيته حتى يحين وقت صلاة الجمعة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المطيعين لله جل وعلا الممتثلين لأمره، والله أعلم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في بعض الدول العربية والإسلامية تكون إجازتهم وعطلتهم يوم الأحد بدل الجمعة؟ هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين أن يعظموا هذا اليوم فيجعلوه يوم عطلة من أجل أن يبادروا بصلاة الجمعة ويذهبوا إليها في وقتها المناسب، فهو خير لهم من تأخيرهم إلى آخر الوقت. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليه أن يقتدي بالمسلمين عموما، ولا يجوز للمسلمين أن يقتدوا باليهود والنصارى فيجعلوا عطلتهم يوم الجمعة، يجعلوا عطلتهم يوم السبت أو يوم الأحد، وإنما العطلة الرسمية يوم الجمعة. يقول السائل: هل يجوز للولد أن يقبل ركبة والده؟ إذا كان هذا العمل سائد عند الناس ويرونه من باب التعظيم للوالد أو الوالدة فلا بأس بذلك ما لم يكشف عورته، لأن الركبة حد العورة، فحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ومع فوق الركبة من العورة يجب ستره، فإذا كان مستورا فلا بأس. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وحجزت ولم أطف طواف الوداع. المقيم بمكة لا يلزم طواف الوداع، لأن طواف الوداع وداع لمن أراد الخروج من مكة سواء كان حاجا أو معتمرا، وأما المقيم في مكة فلا يلزمه طواف الوداع. طفت أو لم أطف؟ طاف طواف الوداع. ما طاف طواف الوداع قلنا له إنه حاجة وواجب على المسافر إذا رغب في السفر يوم الجمعة، إذا رغب في السفر بعد الحج فيلزمه طواف الوداع، إلا إن كانت امرأة حائض أو نفسا فيسقط عنها طواف الوداع، وأما المقيم بمكة فلا يلزمه طواف الوداع. يقول السائل: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن من قرأها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة؟ هذا ما أعرفه، فيمكنه ينظر في كتب الحديث، إذا ثبت صحته فهو معقول، معقول المعنى، وإذا لم تثبت صحته فلا يؤخذ به.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة وأطوف بالبيت كل أسبوع، وفجأة فتنت بالنساء فامتنعت عن الطواف، فهل يكتب لي أجر الطواف؟ لا يا أخي، بإمكانك أن تطوف وليس لك حاجة في مزاحمة النساء، لا تزاحمهن، وعلم إخوانك على الرفق بالطائفين، ولا يلزمك تركها، وعليك أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة، ولا تتأول ولا تقول أترك هذا العمل لأجل أن لا أزاحم النساء. ما يلزمك أخي مزاحمة النساء ولا تلزمك، وإنما عليك أن تجتهد في عبادة الله تبارك وتعالى. يقول السائل: كم تكون صلاة السنن قبل فريضة الجمعة وبعدها؟ يستحب أن يصلي قبل الجمعة ما تيسر له من السنن، وليس للجمعة راتبة قبلها، وإنما راتبة الجمعة بعدها، تصليها ركعتان أو أربع. قال بعض العلماء: إذا صلاها في البيت فيستحب أن يصليها ركعتين، وإذا صلاها في المسجد فيستحب أن يصليها أربع ركعات. وأما قبل الجمعة فتصلي ما تيسر لك بدون عدد وبدون تحديد، ولا يقال للجمعة راتبة قبلها، وإنما راتبتها فقط بعدها. يقول السائل: هل الغسل قبل صلاة الفجر يجزئ عن غسل يوم الجمعة؟ الغسل مستحب للمسلم قبل أن يذهب إلى الجمعة، هذا هو الغسل المشروع، وليس في سائر يوم الجمعة، وإنما لأن الهدف من إزالة ما علق بالجسم من أوساخ أو روائح عند حضوره الجمعة لئلا يؤذي إخوانه المسلمين. يقول السائل: استلام الركن اليماني في الطواف هل هو من السنة؟ استلام الركن اليماني سنة في كل طواف، فيستلم الركن اليماني ولا يقبله ولا يشار إليه وإنما يستلمه، فالله جل وعلا شرع في الكعبة أمورا كثيرة ميز بعضها عن بعض ليقتدي المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشرع في حجر الأسود التقبيل والاستلام والإشارة إليه في كل طواف، التقبيل والاستلام والإشارة إليه، ولم يشرع في الركنين اللذين بعدهما بعد التكبيرة الأولى، لم يشرع في الركنين الشامي ولا العراقي شيئا من التكبير ولا شيئا من الاستلام، وشرع في الركن اليماني الاستلام دون التقبيل إذا تيسر ذلك. هكذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد طاف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع معاوية رضي الله عنه في طواف داخل الكعبة حول الكعبة، فقبل واستلم معاوية رضي الله عنه الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: ما هذا يا معاوية؟ قال معاوية رضي الله عنه: ليس بالبيت شيء مهجور. فرد عليه ابن عباس بقوله: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع،
فنحن لم نترك استلام الركنين الشامي والعراقي هجرا لهما وإنما اتباعا للسنة. فقال معاوية رضي الله عنه: صدقت فيما أمرت به. وهكذا ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المشرع للأمة. يقول السائل: الثوب فيه نقش صغير على الجيب من نفس لون الثوب حصان ويصعب إزالته، ما الحكم؟ ما أعرف هذا أن الثوب يكون فيه صورة نعش، من ثوبه فيه نعش؟ يقول السائل: ما حكم إعادة جدولة القروض في البنك، فهم يزيدون عدد السنوات ويزيدون في المبلغ ويكسبون النسبة المقررة على ذلك على عدة السنوات؟ هذا لا يجوز لأنه محرم. الزيادة زيادة المبلغ الدين لأجل زيادة السنوات أو الأجل هذا محرم ولا يجوز، وإنما يطالب الإنسان بحقه ويأخذ من البنك حقه أو يأخذ البنك حقه من الآدم من الناس الآخرين، وهكذا. ولا يجوز الزيادة في المبلغ أو الزيادة في الأجل لأن هذا من ربا الزمن، ربا القرض، ربا التأخير، لا يجوز هذا أبدا. ولا يجوز التعامل مع البنك إلا بشيء صريح صحيح يصح فيه البيع والشراء. وأما التعامل مع البنك بالقروض الربوية فهذا محرم بإجماع المسلمين. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.